شكرا للزميل أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا في إطار نهائي كأس الإف إيه كاب، كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2018-2019، كأس العراقة الأصالة ما بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أيام قليلة، وتتويجه كان باللقب السادس في تاريخه وللعام الثاني على التوالي. يريد أيضا أن يتوج في هذه الأمسية وهذه الليلة بإحراز لقب فريق تشيلسي. أمامنا هنا كرة على طول تبعد، ضغط قوي من البداية، انطلاق مانشستر سيتي وتوج أيضا بلقب درع الخيرية وكأس الرابطة في 2018-2019 مع فريق نادي مان الأوروبي. الدوري الأوروبي بقى يعني لكن ثلاثية محلية هو اللي بينتظرها المرمى. في الدفاع كيكو فيمينا أمامنا، هو اللي بنتابع هذه الكرة الركنية قابو كان في عام 2011. كرة ملعوبة على طول، هذه أمامنا هنا التمرير على طول، تحرك خطيرة برناردو سيلفا، جابريل جيزوس، فرصة للتسجيل بعد مرور 7 دقائق. الفريق الأمتع والأجهز والتشكيلة المثالية وفرصة رياض محرز، تمريرة حلوة قوي، الجبهة الشمال والجبهة اللي عليها عبء كبير بالخبرات الكبيرة، زينتشينكو يلف كرة بالعرض خطيرة لكن تغطية دفاعية. أمامنا هنا في هذا الحضور 90,000 30,000 من كله، حتى جوارديولا الفرق الصعبة بخلاف بقى الستة الكبار. أمامنا كرة على طول، يعني إنه يضيق المساحات، يقفل العمق، يجعل لاعبي نادي مانشستر كلاوديو برافو لاسباب متنوعه. الكرات الخطيره امامنا، سلام رياض محرز اللي بيقدم اداء مميز، 7 اهداف في الدوري وسجل في الربط. اللاعب عبد الله ديكوري وتمريره حلوه قوي، استلام ممكن بريرا، لكن ادرسون ممكن بريرا يسجل في هذه اللقطه، كانت الكره الاولى الخطيره لكن يطلع ادرسون الرائع في هذه اللقطه، لكن هجمه حلوه قوي. جيرارد ليفيو امامنا، بص طول كرة ملعوبة، فرصة كبيرة أول بريرا، تعود كرة على طول، تسديدة برناردو سيلفا، لكن يا ولد جوميز أمامنا هو حارس المرمى اللي بياخد الفرصة في نادي واتفورد، سجل 7 أهداف خلال اللقاءات اللي لعبها، يخطفوا هنا ويدخلوا فريق مانشستر سيتي في عش الضبابير. كرة العرض المباراة النهائية في 2001-2006، عادت المباراة النهائية هنا في 2007. جود ووكر ومحرز ومعاهم أيضا برناردو سيلفا، لابورت لكن لمسة المرة دي تحرك حلوة قوي، ديليفيو اللي هيعمل إذا المباراة النهائية إن شاء الله. كرة على طول ملعوبة، أدي الكرات العالية يطلع على طول جوميز على ممتاز بقى لما كان معاهم جراهام تايلور، أمامنا مدربين العظام في تاريخ هذا النادي. أمامنا فرصة بريرا لكن التغطية الدفاعية وتسديدة مطالبة بلمسة يد أمامنا هنا في اللقطة الماضية. الكرة القوية المسددة من جانب اللاعب دوكوري والمطالبة بلمسة يد والمتعدي ولكن مع اللاعب أوليبس. أمامنا كرة عالية ستيرلينج ولكن جوميز والكرة تسقط وستيرلينج وكرة ولكن وادي أمامنا المحاولة والكرة اللي استلمها أمامنا لجابرييل جيزوس. كوبا أمريكا بقى ومشاركة 30 عام تاريخ تأسيس وإنشاء النادي من 101 مرة تانية. سيلفا ضغط قوي، سيلفا ممكن هدف، سيلفا هدف وهدف أول، ستيرلينج يصنع والنجم والمتألق دائما ديفيد سيلفا. أمامنا المسيرة والخبرة الكبيرة والهدف اللي بيأتي في الدقيقة 26 عن طريق ديفيد سيلفا بعد ضغط، شوفوا الضغط العالي من برناردو سيلفا والضغط بتاع ستيرلينج واستخلاص الكرة لديفيد سيلفا، وديفيد سيلفا الإسباني هنا فريقاي سوانزي وبراتفورد، 5 لا شيء لنادي سوانزي هنا، 1 لا شيء. رياض محرز امامنا اللي مقدم اداء مميز في اللقاءات الاخيره وفرق كره ملعوبه على طول الى ووكر كره العاليه، صراع في اللقطه الماضيه لكن امامنا على مندي، امامنا هنا التحرك والاستلام، جوندوجان تمريره الى جابرييل جيزوس، تمريره حاسمه هنا في اللقاء، ستيرلينج ومره ثانيه ستيرلينج، هذه اللقطه وهذه الكره تطلع كره ركله ركنيه ربع، استلام على طول امامنا من جانب جوندوجان، تحرك وادي امام احمد حجازي المصري، ركنيه ملعوبه امامنا هنا من جانب اللاعب جوندوجان، راسيه لكن باستثناء دوري الابطال، تلقى هنا من جانب محرز، لم في سنتي ويعمل بالعرض خطيره، 2 مقابل 1، ركنيات بقت 5، وادي امامنا هنا سيلفا يلف الكره بالعرض لكن 72-28 استحواذ، 8 مقابل 2 وهدف وحيد والثاني، الثاني امامنا هنا في هذه اللقطه، جابرييل جيزوس يضع الهدف الثاني بعد هذه المحاوله، الكره اللي ملعوبه بالعرض وهدف في مرمى جوميز، وجيزوس يضع نادي مانشستر سيتي في اريحيه كبيره بالهدف الثاني، كملها صحيح ستيرلينج. وادي امامنا هنا خافي جرافيا المدرب الاسباني اللي من بامبلونا، مره ثانيه امامنا، ادي امامنا ركنيه، 7 ركنيات، انطلاقه ومحاوله جديده بكامل محيطها داخل الشباك وستيرلينج
ستيرلينج اكدها كل الهدف اللي محرز دقيقه كام 39 ودي محرز يا ولد يا ولد على اللمه وجوميز والى خارج الملعب. خلاص خلاص المهرجان والشو المهرجان والشو في هذه المباراه. نجد دائما اللاعب جوندوجان يلعبها عند المنتصف. ركوا الامكانيات ادرسوا شال انفراد من بيريرا زينتشينكو لكن فين واحد من النجوم الحقيقه مع اسبانيا في بطولتي امم اوروبا لقبين 2008 لا شيء في هذه المباراه. كره بالعديني النجم والقائد تزيد من جانب ديليفيو محاوله استعاده الامل وتثنيه بنلعب في الدقيقه وقت بدل ضائع. كره الملعوبه الكره العاليه يطلع على طول انيريا ادي واتفورد اللي يعني يريد ان يحقق مجده وادي كره اللاعب ديليفيو امامنا هنا من نجم الشوط الاول رياض محرز بالمناسبه يعني 57 مره لمس الكوره 32 تمريره دقه في التمرير 91% سدد على المرمى كره كانت خطيره كان شالها الحقيقه ضاع وادي انطلاقه بيريرا ضيع انفراد ادي امامنا ديليفيو لكن كره بقى محتاجه الاختراقه في اللقطه الماضيه لكن جوندوجان من اللقاء واثنين لا شيء كره ملعوبه على طول اوليبس راسيه لكن كوم لا شيء جراهام تشاربو كان سجل ايضا اندي جراي لايفرتون امامنا هنا فريق نادي مانشستر سيتي وكان خروج لمسجل من صناعه ستيرلينج في الدقيقه 26 امامنا كره دي بروين الكرات العرضيه لكن امامنا كيف كارت امامنا اهو كيف كارت امامنا في اللقطه الماضيه لاعب المان يونايتد تمريره امامنا الى اللاعب كيكو فيمينيا يلعب الكره الراسيه المطالبه هنا بلمسه نتيجه والتقدم والتعزيز بهدف ثالث ورابع ودي راسيه خطيره هنا من لابورت الى خارج الملعب كرة لابورت إلى خارج الملعب 191 سنتي أمامنا هنا لابورت خمسة مقابل واحد لكن المساحات وبرناردو سيلفا ودي رأسية المرة دي على طول مع الفريق في هذا العام كومباني أمامنا في صراع ديليفيو فرصة 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 في مباراة نهائي اللي بيضيع بيستقبل بيريرا ضيع الفرصة الأسهل في الدقيقة العاشرة نادي مانشستر سيتي اللي عنده لقب وحيد كان في الكؤوس في عام 1970 في عام 2011 بعد 42 سنة غياب مانشيني أعاد الفريق للتتويج بلقب ولقب ايه؟ لقب غالي في اطار الاف اي كاب ممكن الثالث الى كيفن دي بروينا دي بروينا دي بروينا يدخل بيها هيدخل بيها يدخل بيها ودي بروينا امامنا هنا الهدف الثالث في الدقيقه 61 البديل كيفن دي بروينا الذي دخل بديلا مكان رياض محرز في الدقيقه 55 ينهي الامور في الدقيقه 61 هدف من صناعه جيزوس مع اندفاع نادي واتفورد للوصول الى هدف تقليص النتيجه لكن شباك ستيرلينج المدرب مين الفازوا من دولة واحدة بلقب البطولة كان آخر شهيرة لليدي ديانا طبعا بعد وفاتها في حادث السيارة بين العرض والقائمين ستة مقابل واحد وثلاثة لا شيء والبديل دي بروين ادي امامنا جابريل جيزوس جيزوس انفراد 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 والتاني التاني ليه والرابع في هذه المباراة التاني ليه والرابع في هذه المباراة 24 هدف لنادي مانشستر سيتي خلال مشوارهم في هذه البطولة وأمامنا هو الهدف الهدف والسعادة بعدما خسر 0-1 وفاز 4-3 وادي أمامنا هنا وطف طريق دي بروين وعن طريق بقى جيزوس اللي سجل منذ لحظات دي بروين يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب كرة لعبي مانشستر سيتي وضعت الفريق في هذه يعني على فكرة في صفوف نادي مانشستر يونايتد كان اعير الى ليستر واعير ايضا لواتفورد واستون فيلا وويجن وكان مع ايفرتون وادي امامنا هنا ستيرلينج في الدقيقه 38 وادي امامنا الهالي وماركو سيلفا قبل خاف جراثيا اللي نجح في البقاء وكره بعيده تاريخيه على طول تحرك وايه 24 اوتاميندي موريتش دانيلو وادي امامنا كره جديده وهدف جديد الخامس 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 ستيرلينج 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 في هذه الكره وادي الانطلاقات ما زال برناردو سيلفا متالقا في هذه الليله وستيرلينج امامنا هنا بيسجل هذا الهدف الرائع الرائع في هذه المباراه انطلاقه جديده لسه بنحكي على السته اللي كانت ماري وديربي كاونتي 1903 ستيرلينج شوف الجمهور اللي جاي يعني رغم خسارة واتفورد بخمسة مرور أمامنا هنا من جيفن دي بروين أدي استلام برناردو سيلفا يستحق يستحق لكن الكرة هنا المرة دي بتعنده وتطلع الكرة لخارج الملعب دخول كيفن دي بروين كان نقطة الفوز بلقب البطولة في ذلك الوقت أيضا كانوا حاضرين وبدعموا بدائية لستيرلينج وكرة أمامنا الهاتريك 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 الرابع في تاريخ بطولات الاف اي كاب أدي أمامنا ستيرلينج
ستيرلينج، ستيرلينج الموفق في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، والدقيقة 87 وستيرلينج هاتريك. ستيرلينج لسه بحكي على الهاتريك في المباراة النهائية وبحكي على